شيماء، اهلا بيكي واهلا بكل مشاهدي كلام في الميديا. طيب انا اكيد عايز اسالك عن حاجتين، اكيد عايز اسالك عن تدريب النهارده الصبح، وعايز اسالك برضو عن اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي المفروض ان هو مقام حاليا او كان ميعاده الساعه 5 مساء. هل بدا بالفعل الاجتماع؟ يمكن ابدا معاكي بالاجتماع حتى هذه اللحظه، خلاص يمكن لحظات بسيطه جدا، ويتوجه الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل، وكان مقرر ان يكون في اجتماع الساعه 5، لكن الساعه 5 ونص الى 5 دلوقتي لحظات شايفين معالي الوزير العام فاروق الاستاذ جمال جبر المجلس يمكن دلوقتي هيبدا اجتماعه المحدد ليه كما ذكرنا اليوم في تمام الساعه 5 ملفات عديده النهارده انشائيه واداريه، وايضا ملفات خاصه بقطاع كره القدم بالنادي الاهلي، النشاط الرياضي، اعتماد كافه الصفقات اللي تم ابرامها خلال الفتره الماضيه، وايضا كمان اكيد هيكون في تطرق الحديث عن مباريات مباراه بيراميدز ومباراه نادي الزمالك، بطلب مجلس الاداره في طاقم تحكيم اوروبي، امور عديده جدا يا شيماء. طبعا ان شاء الله نكون في انتظار القرارات اللي هتصدر من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. ارجع معاكي لتدريب فريق للنادي الاهلي لتستعد النادي الاهلي دون راحه لمباراه غايه الاهميه، هي مباراه سيمبا التنزاني بتحدد بالفعل يوم السبت على استاد برج العرب بحضور 10,000 او 12,000 مشجع ان شاء الله يكونوا متواجدين بالكامل لمدرجات برج العرب. عايز اكد لك على معلومتين مهمين، ان بالفعل يمكن تم بيع 4,000 تذكره على الموقع الالكتروني الخاص بحجز 1,000 تذاكر، واليوم صباحا 4,000 تذكره من اصل 12,000 تذكره، طبعا هو ده الرقم المسموح به او مسموح بدخول جمهور النادي الاهلي لمباراه النادي الاهلي وسيمبا التنزاني يوم السبت اللي جاي. بالتاكيد طبعا انت عارفه ان في تذاكر بتتوزع في منافذ بالاسكندريه ويمكن على الموقع الالكتروني، نقدر نقول العدد كويس، ان حتى اليوم لسه كمان في الخميس وفي الجمعه ان شاء الله باذن الله جمهور النادي الاهلي يكتمل ويزين استاد برج العرب، المسانده مطلوبه زي ما انت عارفه يا شيماء، لحظات بتكون صعبه، وده اللي معروف عن جمهور النادي الاهلي دايما. الجمهور كمان عايز اتكلم كمان على التدريب، لو بتكلم على التدريب بالفريق النادي الاهلي اللي بدا صباح اليوم في تمام الساعه العاشره النهارده، يمكن بنشوف مستر مارتن لافيرتي بيحاول ان هو يحافظ على الشكل العام او الهيكل العام اللي بيخوض بيه المباريات، لعيبه اللي بتخوض المباريات بشكل مستمر، النهارده ما كانش في تدريب قوي بالنسبه لهم، لا كان في راحه ليهم، تدريبات خفيفه في الجيم، تدريبات ايضا كمان بالكره، لكن تدريبات خفيفه جدا ما فيهاش اي احمال بدنيه خوفا للارهاق والاجهاد، ويمكن كمان الاجهاد والارهاق ده كان نقطه مهمه جدا ان مستر مارتن لغى مباراه المعادي الوديه امس، لان اصابات عديده بتنقص كل مباراه اكثر من لاعب، فاكيد كان الجهاز الفني حاول ان هو يحافظ على اللعيبه، خلى كان في تدريب خفيف امس وتدريب خفيف اليوم، لكن غدا هيكون تدريب قوي لفريق النادي الاهلي في الجمعه التكتيكيه، يمكن غدا هيكون التدريب الرئيسي بكره الخميس، النادي الاهلي هيكون متواجد صباح اليوم صباح الغد في تمام الساعه 10 يوم الخميس، هو التدريب اللي قبل الاخير قبل مواجهه سيمبا التنزاني. بالظبط، يعني في تدريب كمان يوم الجمعه، لكن نقدر نقول التدريب الاخير على ملعب مختار السيتش ضمن الاستعدادات الخاصه لفريق النادي الاهلي، ويوم الجمعه اكيد هيكون في مؤتمر صحفي لفريق النادي الاهلي يليه التدريب الاخير على استاد برج العرب في نفس توقيت المباراه ان شاء الله تكون بكره. تدريب الساعه كام يا كريم؟ النادي الاهلي عايز اطمن كمان على المصابين، النهارده يمكن شفنا ايمن اشرف يمكن لابس وقي للامس، اتعرض لكدمه قويه في المباراه الاخيره، لكن طمنا عليه من ايمن، بالتاكيد ايمن قال لا انا جاهز ان شاء الله للمباراه، ما فيش اي حاجه ان شاء الله تعوق عن هذه المباراه. محمد هاني واجاي وحسين الشحات وكريم نجد وعمرو السوليه خدوا تدريب خفيف زي ما قلت لك شيما تجنبا للاجهاد، وايضا كمان الغيابات والاصابات الكل مستمر في التاهيل، فقدنا رمضان الصبحي لمده 10 ايام، وده يمكن للاسف امر مزعج فنيا للجهاز الفني. حمدي فتحي ايضا بيستمر 10 ايام، ياسر ابراهيم وليد ازار وليد سليمان، عدد كبير ان شاء الله يعودونا من جديد خلال الفتره القادمه، وباذن الله تكون المباراه القادمه من نصيب النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. كريم، تدريب بكره ان شاء الله الساعه كام؟ بكره ان شاء الله تدريب النادي الاهلي في تمام الساعه 10 صباحا، تدريب هيستغرق ساعه او ساعه ونص، ومباشره هيتوجه النادي الاهلي الى معسكر مغلق في الاسكندريه، يبدا يوم الخميس ينتهي ان شاء الله بيوم السبت بالفوز باذن الله اللي نتمناه على فريق نادي سيمبا التنزاني ان شاء الله. بشكرك جدا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي.